مبدئيا كده لازم نعرف ايه معنى statistics او ايه لازمتها. معنى statistics ان انا بدرس حاجة معينة في المجتمع، فببدأ اجمع داتا من المجتمع ده وابدأ الخص الداتا دي او اقدمها بطريقة ابسط بحيث ان تبقى سهلة في الفهم. يعني ايه اصلا مجتمع ويعني ايه sample؟ المجتمع هو عبارة عن ايه؟ المجتمع هو عبارة عن كل الأشخاص اللي أنا بعمل عليهم الدراسة بتاعتي. فأنا مثلا لو أنا عايزة أشوف مستوى تانية حاسبات في مادة الاستاتيستكس، فيعتبر البوبوليشن بتاعي هو تانية حاسبات كلها. أنا مش ببدأ أعمل الدراسة على كل البوبوليشن، أنا ببدأ أخد سامبل. عشان أخد السامبل دي، هي دي اللي أنا بعمل عليها الدراسة بتاعتي، فبقول إن السامبل دي جزء من المجتمع اللي أنا بعمل عليه الدراسة اللي أنا عايزاها. فالبوبوليشن وكل الأشخاص أو كل الأشخاص اللي أنا بعمل عليهم الدراسة بتاعتي كلهم بلا استثناء. طب السامبل هو الجزء اللي أنا باخده من المجتمع اللي أنا هبدأ أطلع منه الداتا بتاعتي اللي أنا من خلالها هكرر الحاجة اللي بدرسها في المجتمع دي عبارة عن ايه. طيب انا بختار العينة من المجتمع ازاي؟ انا بختار حاجة اسمها random sample. يعني ايه random sample؟ random sample يعني انا بتبقى فرصة اختياري لكل فرد في المجتمع متساوية. يعني لو اخترت ان من الاشخاص من تانية حاسبات، يعني مثلا اخترت 50 شخص من تانية حاسبات عشان اعمل عليهم دراسة عن مستواهم في مادة الاستاتيستكس، كل واحد من تانية حاسبات لي فرصة ان هو يبقى من 50 شخص اللي انا اخترتهم دول، انا هبدأ اعمل عليهم الدراسة بتاعتي اللي انا اقدر من خلالهم اعرف مستوى الدفعة كلها عامل ازاي. طيب طب انا بدات اخد سامبل اهو من المجتمع عشان اعمل عليهم دراسه معينه، دراسه عن اطوالهم، دراسه عن مستواهم، عن درجاتهم. فالاشخاص اللي انا واخداهم من المجتمع دول بسميهم كيس، دي الحالات اللي عندي، دي الحالات اللي واخداها عشان اعمل عليهم دراسه معينه. فانا طب انا واخده الاشخاص دول من المجتمع ليه؟ انا واخده الاشخاص دول من المجتمع عشان عايزه اعرف عمرهم ايه، لون شعرهم ايه مثلا، وزنهم ايه، درجتهم في الامتحان اللي انا عملته ايه. فانا خدت عينه، فالعينة دي أنا سميتها كيس، دي الحالات اللي عندي اللي عايزة أعمل عليها الأربع حاجات دول، أو عايزة أعمل عليهم دراسة أعرف فيها الإيدج ولون الشعر والويت والجريد بتاعتهم في الامتحان اللي أنا عملته لهم ده. فكل معلومة أنا عايزة أعرفها عنهم أنا بسميها variable. يبقى الكيس هي الأشخاص اللي أنا خدتهم من المجتمع عشان أعمل عليهم دراسة، ومش شرط يكونوا أشخاص، هي أي حاجة أنا خدتها من المجتمع بقى عشان أعمل عليها الدراسة بتاعتي بسميها كيس. كل معلومة أنا عايزة أعرفها عن الكيس دي أنا بسميها فاريبل. فأنا عندي أول حاجة لازم أفكر فيها لما أخد أي داتا أعرف إيه هي الكيس وإيه هي الفاريبلز بتاعتي. فالكيس هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن الحاجة اللي أنا واخداها عشان أعمل عليها الدراسة. الفاريبل اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل حاجة أنا عرفتها عن الشخص ده أو على الحاجة اللي أنا خدتها دي. مثال على الكيس مثلا، إنه عايز أعمل دراسة عن 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 حيوانات مثلا، فيبقى عندي الأنيمالز أو الأشخاص او اي حاجة انا بعمل عليها الدراسة دي، فانا دي هي الكيس بتاعتي. طب الفاريبل هي كل معلومة انا عرفتها ايه عنهم، زي مثال انا قلته هنا، انا واخداهم عشان اعرف الايدج، اعرف لون الشعر، اعرف الوزن، اعرف الدرجة. اخدت منكو عينة مثلا عشان عايز اعرف اطوالهم ايه، فالعينة دي الاشخاص اللي انا خدتها دي هي الكيس بتاعتي، والاطوال اللي انا عرفتها عنهم دي بسميها الفاريبل بتاعي. طيب تعالوا كده نشوف الجدول ده. الجدول دوت انا خدت اربع اشخاص، احمد ومنى وساره وعلي، وعايزه اعرف عنهم كذا معلومه، عايزه اعرف عمرهم ايه، عايزه اعرف لون شعرهم ايه، عايزه اعرف وزنهم ايه، وعايزه اعرف درجتهم ايه. فيعتبر عندي في الجدول ده مين الكيسز بتاعتي؟ الكيسز بتاعتي اللي هم الاربع اشخاص دول، فدي الكيسز بتاعتي. عايزه اعرف عنهم ايه؟ عايزه اعرف عنهم عمرهم ولون شعرهم ووزنهم ودرجتهم في الامتحان، فبسمي كل ده variables، او كل معلومه من المعلومات دي variables. لما اجمع الكيسز والvariables في جدول واحد بسمي الجدول اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو عباره عن داتا ايه؟ داتا ماتريكس. الداتا ماتريكس الرو
بيريبريزنت مين الكيس بتاعتي، والكولوم بيريبريزنت مين الفاريبل بتاعي. فالجدول ده انا بسميه داتا ماتريكس، وعبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ملخص بيجمع لي او جدول كده بيلخص لي المعلومات اللي هي الفاريبلز اللي عرفتها عن كل الكيسز اللي عندي اللي خدتها كسامبل عشان اعمل عليها الدراسة. طيب لازم بقى نعرف كده حاجة مهمة جدا، الداتا اللي انا واخداها دي نوعها ايه. فانا عندي نوعين من الداتا، يا اما الداتا بتاعتي تجيلي على شكل ارقام فاقول عليها نيوميريكال، يعني تجيلي مثلا انا بقيس اطوال، فلو قست اطوال فدي معناها ان هي ايه؟ نيوميريكال داتا. فالنيوميريكال داتا هي عبارة عن ايه؟ هي الداتا اللي انا بقدر اعبر عنها بارقام. فلو عايزة اعمل دراسة عن اوزان، ما هو الوزن ده رقم يقاس، فاقدر اقول عليه ان هو نيوميريكال داتا. طيب الهايت، الطول دوت بتعبر عليه بارقام او بقيسه، فبقول عليه برضو ان هو نيوميريكال داتا. طب النيوميريكال داتا دي اللي انا بقدر اعبر عنها بارقام ممكن تجيلي على شكلين، يا اما تجيلي ديسكريت يا اما تجيلي كونتينوس. يعني ايه ديسكريت؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت انا خدت عينه، العينه دي مقدارها مثلا 10 اشخاص، وعايزه ال10 اشخاص دول اقيس اطوالهم، فلو كتبت كل شخص من ال10 دول طوله ايه لوحده كداتا منفصل عن بعض، فبسميها ديسكريت داتا ونوعها ايه؟ نيوميريكال. يعني مثلا مثال، لو انا جيت سالت عدد الاشخاص اللي في الفصل اللي قدامي ده قد ايه، فممكن تقول لي يا 30 يا 35 يا 60. فانا بدات اكتب الداتا بتاعتي بطريقه مفصله، فلما تجيلي على الشكل ده بقول ان هي نيوميريكال داتا ونوعها ديسكريت. تمام. طيب لو انا عندي مثلا بقول مثلا درجة الحرارة في القاهرة ممكن تتراوح ما بين كام وكام في أي شهر من شهور السنة، فممكن أقول مثلا إن الدرجة بتاعتها ممكن تتراوح ما بين رينج 30 ل 35 درجة. فأنا حطيت الحرارة في رينج، فلما تجيلي النيوميريكال داتا على هيئة رينج أنا بسميها كونتينوس إيه؟ داتا. فأول نوع من الداتا بتاعتي اللي تجيلي على شكل نيوميريكال، يعني نيوميريكال هي داتا بتتقاس او داتا بعبر عنها بالارقام زي الهايت زي الويت زي عدد الستودنت زي التمبريتشر، كل دول بقدر اعبر عنهم بارقام. يا اما الارقام دي تتكتب بطريقه ديسكريت، يا اما الارقام دي تتكتب بطريقه ايه؟ كونتينوس. طيب تاني نوع عندي من الداتا، الداتا اللي هي كاتيجوريكال. ايه معنى كاتيجوريكال؟ الكاتيجوريكال داتا دي الداتا اللي انا ما اقدرش اعبر عنها بارقام ابدا، ما اقدرش اقيسها ابدا. يعني مثلا لو قلت انا عايز اعمل دراسة عن لون العين، هو لون العين ده يقدر يتقاس برقم؟ لا، انا بعبر عنه بكلام، فبسمي الداتا دي نوعها ايه؟ كاتيجوريكال. طيب مثلا عملت يعني خدت عينة وبدأت اكتب قدام اسم كل واحد هو ميل ولا فيميل، فميل ولا فيميل دي برضو كاتيجوريكال داتا، ما اقدرش اعبر عنها بارقام، بعبر عنها بالكلام. لون شعر العينه اللي انا واخداها، لون عينيهم برضو دي داتا ما اقدرش اعبر عنها بالارقام. فاي داتا ما اقدرش اعبر عنها بالارقام او انها لا تقاس، يعني مش كميه، فاقدر اقول عليها ان هي ايه؟ كاتيجوريكال داتا. طب مثلا لو انا جيت سالت اي حد انت عيد ميلادك امتى، هيقول لي تاريخ مثلا 3/4/2015 مثلا، فده برضو هو عبر عنه بارقام، بس العيد ميلاد ده هي مش داتا ما اقدرش اقيسها، فبرضو بعتبر عليها ان او بعتبرها ان هي عباره عن ايه؟ كاتيجوريكال داتا. طب انا برضو عندي نوعين من الكاتيجوريكال داتا، ايه هما النوعين؟ يا اما نومينال داتا. ايه هي النومينال داتا؟ هي الداتا اللي ما اقدرش ارتبها. يعني مثلا لو انا عملت دراسه عن اسماء الاشخاص، عن هم ميل ولا فيميل، عن جنسيتهم ايه، عن لون شعرهم ايه، هل الداتا دي بقدر ارتبها بترتيب معين؟ لا، انا خلاص عرفت لون شعرك يا اصفر يا اسود مثلا، فلو ايه الترتيب؟ ما ينفعش ياخدوا مركز اول مركز تاني مركز تالت، لا، فدي داتا بكتبها كده من غير اي ترتيب، فدي كاتيجوريكال ونوعها ايه؟ نومينال. طب لو انا جيت مثلا قلت مين اللي واخد، انا عملت مسابقه ومين اللي واخد، عايز اكتب قدام كل طالب ده المركز الاول ده المركز الثاني ده المركز الثالث، فده المراكز ده او البوزيشن ده او الرانكينج ده انا بقدر اعبر عنه بكلام، وكل وبيبقى داتا مترتبه لازم تترتب عشان اعرف مين الاول ومين الثاني ومين الثالث ومين الرابع وهكذا، فبسمي الداتا دي ايه؟ اوردينال ايه؟ داتا.
فالكاتيجوريكال داتا هي داتا ما اقدرش اعبر عنها بالارقام، وعندي منها نوعين، يا اما ما اقدرش اعمل لها اوردر فاسميها نومينال، يا اما اقدر اعمل لها اوردر فاسميها اوردر فاسميها اوردينال داتا. طيب احنا قلنا بقى ايه لازمه سيكشن واحد واثنين، ان انا بيبقى عندي داتا معينه، الداتا دي انا عايزه اقدر الخصها في جراف، الجراف ده اقدر افهم منه بطريقه ابسط. يعني بدل ما اديك انا عايزه اعمل دراسه عن مستواكم في الاستاتستكس وخدت منكم عينه 100 طالب، بدل ما اديك الداتا بتاعت ال 100 طالب دي كلها متفرطه كده، لا انا هبدا الخص الداتا دي في جراف افهم كم واحد من 100 طالب جاب درجه قليله، كم واحد جاب درجه متوسطه، كم واحد جاب درجه عاليه، وهكذا. طب احنا عندنا كم نوع من انواع الجراف؟ احنا هناخد اربع انواع من الجرافز، اللي هي بتقدر تبسط لي الداتا بتاعتي بطريقه ابسط، يتفهم منها الدراسه بتاعتي بطريقه افضل، بدل ما يكون عندي داتا ايه متفرطه كده، لا انا هقدر اجمعها في جراف عشان اقدر افهم بطريقه ابسط، واقدر اعمل مقارنات من خلال الجراف ده. مثلا لو انا بتكلم عن مستوى الطلبه، فاقدر افهم او اعمل مقارنه على مستوى الطلبه اللي انا خدتهم، مين جاب اعلى درجه، كم واحد جاب اعلى درجه، كم واحد جاب اقل درجه، كم واحد كان درجته متوسطه، وهكذا. ايه الاربع انواع اللي احنا هناخدهم؟ هنبدا بقى واحده واحده. كل جراف من الجرافات اللي احنا هناخدها من الجرافس اللي احنا هناخدها هيبقى ليه طريقه للرسم. فلو اداني داتا وقال لي انا عايزه الخص الداتا دي باستخدام الجراف الفلاني، هبدا امشي على الخطوات بتاعته عشان اقدر اريبريزنت الداتا دي باستخدام الجراف ده. اول جراف عندي دوت بلوت او دوت شارت. ايه دوت بلوت او دوت شارت ده؟ هنبدأ ناخد مثال كده عشان نبدأ نفهم احنا ازاي الداتا اللي هو بيديها لي اقدر احولها او اقدر الخصها في دوت بلوت او دوت شارت. بيقول لي ايه في المثال دوت؟ انا اخدت عينة بطريقة عشوائية. العينة دي انا اخدتها ليه؟ انا اخدتها عشان اعمل، انا دايما انا قلت ان انا دايما باخد عينة عشان اعمل عليها دراسة معينة. طب العينة اللي انا اخدتها دي الدراسة اللي انا عايزة اعملها عليهم، قال الدراسة اللي انا عايزة اعملها عليهم انا عايزة اسألهم انتوا بتاخدوا وقت قد ايه وانتوا بتفطروا. فبدأت اسألهم، اسأل كل واحد من العينة انت بتاخد وقت قد ايه في الفطار، ولخصت الداتا دي في الجدول اللي قدامي ده. فطلع عدد الدقايق اللي ردوا عليا بيها في الدراسة اللي انا عملتها ما بين 0 minutes لغاية 5 minutes، يعني اقل قيمة ظهرت لي في عدد الدقايق 0، اعلى قيمة ظهرت لي في عدد الدقايق 5. فكم واحد يعني الزيرو ده اتكرر مع كم واحد من العينة؟ مع 6 اشخاص. الواحد ال 1 minute دي اتكررت مع كم واحد من العينة؟ شخصين. الاتنين 3، 3 5. يبقى انا عندي عند كل دقيقة عدد الاشخاص اللي بيحققوا الدقايق دي. فبيقول لي ايه في الاكزامبل ده؟ نمبر ايه؟ هو عايز يجيب السامبل سايز. يعني ايه السامبل سايز؟ يعني العينه اللي انا خدتها في المجتمع اللي عملت عليها دراسه كانت كام شخص. مش البيبول، مش البيبول دي اللي هي في تاني رو بتعبر عن عدد الاشخاص في كل دقيقه عندي، فانا عايز ارجعهم لاصلهم تاني. فلما اجمع 6 زائد 2 زائد 3 زائد 5 زائد 2 زائد 5، مش كده رجعت العينه اللي انا واخداها اللي اتقسموا الاجزاء على حسب الدقائق اللي قدامي دي. فعشان اجيب السامبل سايز اللي انا خدتها اعمل عليها الدراسه، هبدا اجمع كل الاشخاص اللي عندي اللي موجوده في كل دقيقه من الدقائق عشان يرجع لي السامبل سايز الاصلي قبل ما يتقسم للاجزاء دول، لو طلع لي 23 شخص. طيب في نمبر بي عايز ايه؟ بيقول لي انا عايزه ارسم الداتا اللي قدامي دي باستخدام الدوت بلوت او الدوت جراف او الدوت شارت. ارسم ازاي الداتا اللي قدامي دي باستخدام الدوت شارت؟ اول حاجه هسالها لنفسي، انا ليه واخده العينه دي؟ انا واخده العينه دي عشان اقيس عدد الدقائق اللي بياخدوها في الفطار، فتعتبر عدد الدقائق اللي موجوده عندي في اول رو هي دي الاكس اكسس بتاعي، او هي دي الداتا اللي انا هحطها على الاكس اكسس دي، لان دي الحاجه اللي انا بقيسها او دي الحاجه اللي انا بعمل عليها الدراسه بتاعتي. فهبدا احط الداتا بتاعتي على الاكس اكسس اللي هي من 0 مينت لغايه 5 مينت. تمام. هقوم ايه؟ هقوم يبقى انا حط على الاكس اكسس الحاجه عدد الدقائق من 0 لغايه 5. هقوم جايه ايه
سأل نفسي سؤال، طب ما انا كل عندي في كل دقيقة من الدقائق دي عدد اشخاص معينة بيحققوها، فعندي في الزيرو في الزيرو او اللي هم الناس اللي مش بتفطر اصلا كم شخص؟ قال لي انا مش بفطر 6 اشخاص، فكل شخص همثله بدوت بنقطة، فهحط 6 نقط فوق الزيرو. طب كم شخص قال انا بفطر في دقيقة؟ شخصين، فاقوم حاطة نقطتين فوق الواحد. كم شخص قال لي؟ 2 3، وهكذا لغاية رقم 5. ردوا عليا قالوا ان باخد 5 دقائق في الفطار 5 اشخاص، فحطيت فوق ال5 دقائق 5 نقط. طيب يبقى الواي، يبقى ساعتها مش الواي اكس، مش الواي اكسس بقى، لا يعني النقط دي بتعبر لي عن ايه؟ بتعبر لي عن الفريكوانسي بتاع الداتا بتاعتي، يعني في كل دقيقة من الدقايق اتكرر مع كام شخص، فبمثل الفريكوانسي بنقط. ده أول نوع عندي. طيب نطبق النوع ده على مثال. بيقول لي ايه في المثال ده؟ واخداه من شيت واحد. المثال ده بيقول لي ايه؟ عايزة اقيس الوقت. انا عندي نوع انواع معينة من البيوت اللي بدهن بيها، البيوت اللي احنا بندهن بيها الحيطة او اي حاجة يعني. فانا عندي نوع معين من البويات، انواع معينه، فانا عايزه اجربها، فهي بتاخد وقت قد ايه من اول ما ابدا ادهنها لغايه لما تنشف؟ فاول واحده خدت 3.4، الثانيه خدت 2.5، الاخيره خدت 4.8. فكل رقم من الارقام دي بيعبر عن الوقت بالساعات اللي بتاخده، اللي بياخده كل براند عندي من اول ما ادهن بيه لغايه لما ينشف. فده عدد ساعات الاولانيه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، لغايه اخر واحده. بيقول لي ايه؟ دي راندم الداتا اللي انا واخداها. احنا قلنا ان انا دايما شغلي مش على المجتمع نفسه، انا ببدا اخد راندم سامبل من المجتمع اللي انا عايزه اعمل عليه الدراسه دي. فبيقول لي ان انا القياسات اللي هو خدها دي مش بتمثل المجتمع، هي يعني بتمثل راندوم سامبل انا واخدها من المجتمع. عايز السامبل سايز بتاع السامبل اللي واخدها من المجتمع دي. السامبل سايز يعني عدد العينه، مش انا كل رقم ده بيعبر عن عدد الساعات اللي خدها كل نوع من انواع البيوت اللي انا دهنت بيها دي. فهبدا اعد الداتا بتاعتي وهو ده هيبقى السامبل سايز، او اجيبها بطريقه اسهل. انا كاتبه الداتا دي على شكل ماتريكس. السايز بتاع اي ماتريكس عباره عن عدد العناصر اللي موجوده في الصف في عدد العناصر اللي موجوده في العمود. فانا عندي كم عنصر في اول صف؟ عندي 5 عناصر. عندي كم عنصر في اول عمود؟ عندي 3 عناصر. عشان اجيب حجم الماتريكس دي، الماتريسيس دي، هقوم ضربه 5 في 3 اللي هي بتعبر عن السامبل سايز اللي انا بدور عليه. طيب بيقول لي انا عايز ارسم الداتا دي باستخدام الدوت بلوت. احنا قلنا اول حاجة هسألها لنفسي، انا ليه واخدة الداتا دي؟ انا واخدة الداتا دي عشان اقيس الوقت بالساعات اللي بياخده كل نوع من انواع البيات دي من اول ما دينه لغاية لما ينشف. فهبدأ احط الداتا بتاعتي دي على الاكس اكسس، امشيها بتسلسل معين. فهحط الداتا بتاعتي على الاكس اكسس، انا مشيتها 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 5.5. هسأل نفسي بقى كام رقم او كام براند عندي خد 2.5؟ هشوف كام 2.5 اتكررت هنا، فالهلاقيها اتكررت مرة واحدة فقوم حاطة بوينت واحدة فوقيها. ما بين 2.5 ل3 كام رقم؟ هلاقي 2.8 متكررة مرتين فقوم حاطة 2.8 فوقيها نقطتين، وهلاقي 2.9 اتكررت مرة واحدة فقوم حاطة فوق 2.9 نقطة، وهلاقي 3 اتكررت مرة فقوم حاطة فوق 3 نقطة. الرقم اللي اخده اشطبه عشان ما احسبوش اكتر من مرة، وعشان اعرف ان انا ايه خدته، وابدأ امشي بنفس الاسلوب لغاية لما اوصل لاخر قيمة عندي في الداتا. واللي بيكرر مرة احطه في ايه؟ نقطة واحدة. اللي بيكرر مرتين نقطتين، وهكذا على حسب عدد مرات التكرار. عشان اتأكد ان انا عاملة الفريكوانسي بتاعي كله صح، هقوم عدى النقط دي كلها، لازم يرجعوا لي السامبل سايز اللي هو عددهم 15. يبقى انا كده ما زودتش رقم او نقصت رقم او نسيت حاجة ما حسبتهاش في الرسمة بتاعتي. طيب تاني نوع بقى من انواع الجراف اللي اقدر الخص بيها الداتا اللي قدامي، اللي هو البار جراف او البار تشارت.
ازاي ارسم البار جراف او البار تشارت. زي ما انا قلت كل نوع من انواع الجراف دي ليها طريقة رسم معينة. عشان احول الداتا للجراف دي لازم امشي على الطريقة بتاعتي دي زي ما هو بيقول بالظبط. اول حاجة برضو هسألها لنفسي، انا واخدة الداتا بتاعتي دايما انا باخد داتا عشان اقيس فيها حاجة، فانا واخدة الداتا بتاعتي دي ليه؟ فاقوم حاطة على الاكس اكسس الحاجة اللي انا واخدة بسببها العينة. فمثلا لو انا عايزة اعمل دراسة عن لون العين، فاقوم حاطة لون العين على الاكس اكسس، ده الداتا ايه بتاعتي. طيب الواي اكسس، الواي اكسس هي عبارة عن التكرار، يعني مثلا لقيت اللي لون عينهم اسود 3 اشخاص، فالواي اكسس هقوم قايلة ان البلاك طوله او الواي اكسس بتاعته 3 وهكذا. طيب انا بمثل الداتا بتاعتي بايه؟ قال انا بمثل كل داتا بريكتانجل او بار. الريكتانجل ده لازم يبقى ليه نفس العرض، والاختلاف الوحيد هيبقى في الهايت، عشان انا كده عشان كده انا قلت هخلي الهايت هو الفريكوانسي. هقول لكم قدام ليه، يعني هنفهم الحته دي قدام ليه. وبرده في شرط من شروط البار جراف، ان لازم ما يكونش فيه جابس ما بين الريكتانجلز اللي انا برسمها، ما بين كل ريكتانجل وريكتانجل لازم يبقى فيه ايه جابس، ما بين لازم يبقى فيه فراغات ما بين كل ريكتانجل وريكتانجل. تعالوا ناخد مثال كده عشان نقدر نفهم البار جراف ده بطريقة أبسط. أنا عايزة أعمل سيرفي عن إيه أنواع الأفلام اللي بيحبوها صحابي أكتر حاجة، فبدأت أسألهم، خدت عينة من صحابي كده وبدأت أسألهم، فطلع عندي 4 أنواع في الإحصائية اللي أنا عملتها. طلع عندي 4 أنواع: كوميدي وأكشن ورومانس ودراما. فسألت كم واحد أنت بتحب أنواع الأنواع الأفلام يعني كم واحد بيحب نوع الأفلام الكوميدي؟ راح رد علي من صحابي 4 أشخاص. كم واحد بيحب الأكشن؟ رد عليا 5 أشخاص. كم واحد بيحب الرومانس؟ رد عليا 6 أشخاص. كم واحد بيحب الدراما؟ رد عليا شخص واحد بس. بيقول لي أنا عايز أرسم الداتا دي باستخدام البار جراف. أول حاجة هسألها لنفسي، أنا ليه واخدة الداتا؟ ليه خدت عينة من صحابي؟ عشان أعمل عليهم دراسة إيه أكتر نوع أفلام بيحبوه. فهم حط على الإكس أكسس أنواع الأفلام الأربعة اللي هو محطوطة دول، الأكشن والكوميدي والرومانس والدراما. فهحط على الاكس اكسس الـ4 انواع: كوميدي، اكشن، رومانس، دراما. واقوم حط على الواي اكسس الفريكوانسز، فاعلى فهبدا ارقم 0 2 4 6 8 10 على حسب ايه اقصى حد عندي في الداتا ايه انا ممكن احتاجه. فكم واحد بيحب الكوميدي؟ 4. فاقوم حاطه رسمه ريكتانجل، الريكتانجل ده عرضه مثلا 2 وطوله 4، والاكشن 5، فهيبقى الاكشن ده برضو عرضه 2 وطوله 5، الرومانس هيبقى طوله 6، يبقى طوله عند 6 وبرضو عرضه 2. طب الدراما هيبقى طوله 1 وعرضه برضو 2. فانا لما اجي ارسم البار جراف لازم عرض كل الريكتانجلز اللي بيعبروا لي عن كل الداتا متساوي. فلو مشيت في اول ريكتانجل 2 همشي في الثاني 2، في الثالث 2، في الرابع 2 وهكذا. لو انا خليت العرض 1 يبقى لازم كله يبقى 1، لو خليت العرض 3 يبقى لازم كله يبقى 3. يبقى كل اللي يهمني ان عرض الريكتانجل يكون متساوي، لان انا مش هقيس بالعرض، هقيس بايه؟ بالطول. ليه انا بقيس بالطول؟ مش انا اللي انا عامله اللي بيميز لي الداتا، يعني انا عرفت منين اكتر ناس بيحبوا الرومانس لانهم اعلى فريكوانسي، لان ده الرومانس اتكرر مع عدد اشخاص اكتر. فانا اللي بيقارن لي الداتا دايما هو الفريكوانسي. فانا عندي ريكتانجل كذا ريكتانجل كلهم ليهم نفس العرض، هيبقى الاختلاف الوحيد في الريكتانجل فين؟ في الطول. فعشان كده اقدر اقول ان الطول في الحالة دي هيمثل لي الفريكوانسي اللي هو بيميز لي الداتا. فهقوم ايه حاطة زي ما انا قلت فريكوانسي على الواي اكسس، واخلي الهايت بتاع كل ريكتانجل هو الفريكوانسي، وانا العرض ده في ايدي اعمله زي ما انا عايزة، بس اهم حاجة انه يكون كله متساوي، واسيب جاب ما بين كل بار وبار، في جاب ما بين الكوميدي والاكشن، في جاب ما بين الاكشن والرومانس، وفي جاب ما بين الرومانس والدراما. الجراف ده انا بسميه ايه؟ بسميه البار جراف. طيب اكزامبل تاني برضو، انا عايزه اعمل سيرفي، عايزه اعمل دراسه عن اكتر نوع فاكهه بيحبوه الناس. فاخدت عينه مقدارها 145 شخص. فسألت كم واحد من 145
بيحبوا الأبل، فرد عليا 35 شخص بيحبوا التفاح. طيب كم واحد من 145 بيحبوا البرتقال؟ رد عليا 30 واحد ان هو بيحب الأورنج. كم واحد من 145 بيحبوا الموز؟ فرد عليا 10 أشخاص ان هم بيحبوا الموز. كم شخص بيحب الكيوي؟ 25. كم شخص بيحب التوت؟ 40. كم شخص بيحب العنب؟ 5. فال145 اتقسموا الأجزاء على حسب هم بيحبوا ايه بالظبط. عايز ارسم الداتا دي باستخدام البار جراف. اول سؤال هسأله لنفسي، انا واخده ال145 شخص دول عشان اعمل سيرفي عن ايه؟ عشان اعمل سيرفي عن اكتر نوع فاكهه بيحبوه، فهم حط انواع الفاكهه على مين؟ على الاكس اكسس اللي هو يا ابل يا اورنج يا بنانا لغايه الجرابس اللي هو الايه التفاح اللي هو العنب. فهبدا احط الداتا بتاعه الفاكهه على الاكس اكسس وهشوف الفريكوانسي بتاعي قد ايه في كل صنف من الاصناف دي. فقلنا في البار جراف لازم يبقى عرض كل الريكتانجلز متساوي، فهخلي العرض متساوي. مشيت في الابل واحد، همشي في الاورانج ايه واحد، وهكذا امشي واحد اتنين تلاتة. ده في ايدي، بس اهم حاجة يبقى كل واحد من دول عرضه متساوي. ليه؟ عشان اقدر اقارن بالطول. ليه انا بقارن يعني او اخلي الفريكوانسي هو الطول؟ ان الفريكوانسي هو اللي بيميز لي الداتا، فهيبقى عندي ريكتانجل مختلف في الطول بس والعرض بتاعه متساوي، فاقدر اقول ان بما ان الاختلاف في ريكتانجل هو بس الطول فخليه هو الفريكوانسي اللي بيقارن لي الداتا اللي انا واخداها دي. وابدا اشوف ارتفاع الابل عند 35، احطه عند 35، احط الاورنج عند 30، وهكذا لغايه اخر نوع عندي اللي هو عند الهايت بتاعه 5، فبحط الهايت بتاعه عند 5. ممكن يترسم البار جراف ده يعني بطريقه تانية، بيعكسوه كده يعني بيخلوه هوريزونتال بدل ما هو فيرتيكال كده بيخلوه هوريزونتال يعني. بس برضو الاكس اكسس هي انواع الفاكهه، والواي اكسس هي مين عدد الاشخاص والفريكونسي اللي بيتكرروا، كانه قلبه يعني قلب ده كده للناحيه التانية يعني، بس هو نفس الحاجه ونفس الطريقه. طيب تالت نوع عندي لا اقدر الخص بيه برضو الداتا وافهم بيه الداتا بطريقه اسهل، اللي هو الباي شارت او السيركل شارت. عشان نقدر نفهمه ناخد مثال كده ونبدأ نطبق عليه. برضو انا عايزة اعمل سيرفي، خدت عينة من صحابي عشان اعمل دراسة هو ايه اكتر نوع افلام هما بيفضلوه. نفس الجدول اللي انا كنت اكباه من شوية في البار جراف، عندي كوميدي اكشن رومانس دراما، وفي كل نوع من انواع الافلام دي عدد اشخاص منهم بيحبوه. عايزة ارسم الداتا دي باستخدام حاجة اسمها الباي شارت. الباي شارت ده عبارة عن ايه؟ الباي شارت ده عبارة عن دايرة، ببدأ أقسم الدايرة لأجزاء. طب بقسم الأجزاء دي على حسب إيه؟ طبعا اللي أعلى فريكونسي هو اللي هياخد نسبة أكبر، فأنا عايزة أجيب نسبة كل نوع من الأربع أنواع دي في الدايرة، يعني كل واحد من دول هياخد كم في المية من الدايرة. فالفريكونسي بتاعه كل ما الفريكونسي طبعا كبر كل ما هياخد نسبة أكتر في الدايرة. فهنقل الجدول زي ما هو وهجيب حاجه اسمها ريليتيف سايز او ريليتيف سايز. ريليتيف سايز ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن البروبابيليتي او احتمال حدوث كل نوع من الانواع دي. فهبدا عشان اجيب احتمال حدوث اي حاجه هي عدد الحاجه على التوتال بتاعي كله. التوتال بتاعي كله هنا بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن العينه كلها اللي انا واخداها والسامبل سايز اللي انا واخداه. فاحنا اتفقنا عشان نجيب السامبل سايز هبدا اجمع الاشخاص او الاشخاص اللي ايه اللي في كل الانواع عشان ارجع الداتا بتاعتي الاصليه قبل ما تتقسم الاجزاء دي. لما اجمع 4 + 5 + 6 + 1 الاقي التوتال بتاعي او السامبل سايز بتاعي 16. قلنا الريليتيف سايز ده معناه ايه؟ الريليتيف سايز ده معناه ان انا بجيب نسبه حدوث كل نوع من الاربع انواع دول، نسبه حدوث اي حاجه يعني احتمالها او عددها على العدد الكلي. فنسبة الكوميدي هيبقى عبارة عن 4/16 واضربها في 100 عشان اشوف هي واخدة كام في المية او نسبتها قد ايه من الدايرة. فلقيتها هي واخدة 25% من الدايرة، يعني ربع الدايرة هيمثل الكوميدي. الاكشن عبارة عن 5/16% اللي هي 31.25%، يبقى 31.25% من الدايرة هتبقى اكشن. الرومانس 6/16% اللي هي 37.5% هياخد بيمثلوا لي من الدايره الرومانس. الدراما
واحد على 16% لستة وخمسة وعشرين في المية، يبقى أقل نسبة في الدايرة في السيركل بتاعتي هتبقى لميل للدراما. يبقى طبعا الأعلى فريكوانسي زي ما احنا شايفين واخد أعلى نسبة اللي هو أعلى احتمال. فهبدأ أعمل إيه؟ هرسم الدايرة بتاعتي وأقسمها لأجزاء بالتقريب. فالربع كده، الربع ده هيبقى واخده مين؟ هيبقى واخده الكوميدي. يبقى الربع ده الأخضر ده هو الكوميدي، الذهبي ده هيبقى عبارة عن مين؟ الذهبي هيبقى عبارة عن الأكشن. طيب الأورنج ده هيبقى عبارة عن مين؟ عن الرومانس اللي هو أعلى حاجة، القليل خالص اللي هو اللون اللي بيتي ده اصغر حاجه خالص، ده هيعبر لي عن ايه؟ هيعبر لي عن الدراما. فقوم كاتبه عند الاخضر ده ان هو ده الكوميدي، هكتب عند الذهبي ده ان هو ده الاكشن، هكتب عند الاورنج ده ان هو ده الرومانس لان ده اعلى حاجه او اكبر نسبه في الدايره، بس اصغر حته دي خالص دي هتبقى لمين؟ للدراما. الدايره اللي انا رسمتها دي اللي اتقسمت لاجزاء انا بسميها باي تشارت. يبقى الباي تشارت دي دايره انا بقسمها لاجزاء على حسب التايب سايز بتاع الداتا بتاع كل جزء من الداتا. طيب تعالوا ناخد اكزامبل من شيت واحد. بيقول لي ايه؟ ان انا عندي عايز اشوف درجات الطلبه. فاللي جايب ايه كم شخص من السامبل اللي انا واخداها؟ لقيت 4 اشخاص. اللي جايب بي كام شخص من السامبل اللي عندي؟ 12 شخص. اللي جايب سي 10 اشخاص. اللي جايب دي شخصين. يبقى انا عندي A B C D ده الجراد بتاعي، وكل جراد في عدد معين من الاشخاص حطيته تحت ايه؟ تحت كل نوع من الاربعة. عايزة ارسم الباي تشارت بتاع الداتا دي. عشان ارسم الباي تشارت بتاع الداتا دي لازم اجيب حاجة اسمها ريلاتيف سايز. عشان اجيب الريلاتيف سايز ده هو نسبة حدوث كل نوع من الجراد دي، نسبة حدوث الاي قد ايه، نسبة حدوث البي قد ايه، نسبة حدوث السي قد ايه، نسبة حدوث الدي قد ايه. فنسبة حدوث اي حاجة عدد الحاجة على التوتال بتاعي او العدد الكلي بتاعي. فابدأ اجيب التوتال بتاع الطلبة اللي انا خدتهم او عدد السامبل اللي انا خدتها، فاقوم جمع عددهم كلهم في الاي والبي والسي والدي، طلع لي 28 طالب. وانا خدت 28 طالب اتقسموا الى الاربع اعداد دول على حسب ايه؟ على حسب الجراد بتاعهم. عشان اجيب الريلاتيف سايز قلنا بنقسم كل عدد على العدد الكل. فالاي 4 على 28%، البي 12 على 28%، السي 10 على 28%، الدي 2 على 28%. فدي هتاخد فالايه هتاخد نسبة 14.3% من الدايرة، البي 42، السي 35.7، الدي 7.1. وابدأ ارسم الدايرة بتاعتي بالطريقة دي. ممكن اكتب النسب على الدايرة وممكن ما اكتبهاش. يعني في المثال اللي قبلين ما كتبتش النسب، عادي جدا. يعني ما كتبتش النسب بس اكتب على كل لون هو بيمثل انهي نوع بالظبط. هنا انا ممكن اكتب ما اكتبش اسم كل نوع واكتب الايه النسبه، واقوم قايله له الايه دوت هو اللون الفلاني والبي ده اللون الثاني وهكذا. فاصغر حاجه خالص في الدايره كان جراد اللي هو جايبين اللي هم جايبين 7% تقريبا، اللي هم الدي اللي هم لونهم لون النبيتي ده. طب الاخضر ده اللي هم 14% اللي هو جايبين ايه؟ طب اللي جايبين 43% اللي هو اعلى نسبة تقريبا هما السي. طب اللي جايبين 36% هما البي اللي هو اللون الاورنج ده. فكل لون بيعبر عن حاجة، وممكن اكتب النسب فوق ايه فوق كل لون، او ممكن ما اكتبهاش واكتب الاسم بتاع كل جزء. يعني ممكن مثلا عند ال 14 بدل ال 14 دي اكتب هنا ايه، اكتب هنا دي، اكتب هنا سي، اكتب هنا بي وهكذا. طيب ناخد مثال كمان. بيقول لي ايه في المثال دوت؟ انا مديك باي جراف او باي تشارت، واقرا الجمل اللي انا مديها لك على البار جراف او البار تشارت ده، وقول لي مين من الجمل دي تقدر تقول عليها ان هي ترو، مين من الجمل دي تقدر تقول عليها ان هي فولس. بيقول لي ايه؟ انا الباي تشارت ده بيعبر عن مزرعه، المزرعه دي اتقسمت لاجزاء
على حسب نسبة الحيوانات اللي بيربيها في المزرعة. فأكبر جزء في المزرعة كان لمين؟ للكوز. يبقى ليه أكبر جزء في المزرعة للكوز؟ لأنه هو كان عدد اللي بيربيهم في المزرعة، أو أكبر عدد عنده في المزرعة كان للكوز، فخصص ليه إيه؟ أكبر نسبة أو أكبر مساحة. لأن أنا جبت المساحة دي إزاي؟ عبارة عن عدد الكوز على التوتال بتاع عدد الإيه؟ الأنيمالز كلهم. فيبقى عدد الكوز على التوتال بتاعي إداني إيه؟ أكبر نسبة، لأنه أكبر عدد. يليه البيكس، يليه التشيكن، يليه الكاتس. فأنا قسمت الباي تشارت على حسب نسبة أو عدد الحيوانات أو كل حيوان موجود في الحديقة بتاعته دي. بيقول لي اف رقم واحد، أكتر من نص المزرعة كانت للكاوز، ترو ولا فولز؟ لا دي ترو. لو نص هتلاقيها نازلة كده تقريبا، فاللي هي جاية بعد النص بشوية، فيبقى فعلا أكبر أو أكتر من نص المزرعة كان بيربي فيها إيه؟ كاوز. طيب رقم بي، بيقول لي ربع المزرعة تعتبر تشيكن. هنشوف ادي الجزء بتاع التشيكن، هل هو ربع؟ لا، لو ربع كان هيخش كده عند الكات، صح ولا ايه؟ فهو مش ربع المزرعة، مش ربع بالظبط مخصص للتشيكن، لا هو اقل من الربع، فدي فولس. ليه؟ لان انا عندي اقل من الربع مخصص للتشيكن. طب رقم سي، بيقول لي ايه؟ في بيجز في المزرعة اكتر من الكاتس، في بيكس في المزرعة أكتر من الكاتس. ترو. ليه؟ لأن المساحة بتاعة البيكس كانت أكبر من الكاس، وأنا حددت المساحة دي على حسب عددهم، ففعلا ده ترو. طيب نمبر دي، بيقول لي أقل من ربع المزرعة بيكس، ترو، لأن هي فعلا واخدة أقل من الربع، فلو كانت نزل الخط ده كده شوية يعني دخل في جزء من الكاتس، لا ده كان ربع المزرعة بالظبط إيه؟ بيكس. فهي فعلا أقل من ربع المزرعة بيكس، فدي ترو. طيب بيقول لي ايه بقى في رقم ايه؟ مفيش قطط هتقدر تولد عند الكاوز، يعني ممكن تيجي قطة تخش عند المساحة بتاعة الكاوز؟ لا مش هتقدر، صح؟ ففعلا نو كاتس، مفيش فعلا قطط هتيجي تقدر تخش عن او تولد عند ايه؟ عند الكاوز، لان كل حيوان من الحيوانات انا محدد لها جزء معين من المزرعة. فدي فعلا ترو، لان هو بيقول لي مفيش قطط هتيجي ايه تولد عند الكاتس، فدي فعلا ايه ترو. طيب اخر نوع عندي بقى، وده اهم نوع، اللي هو مين؟ الهيستوجرام. الهيستوجرام طريقة رسمه زي البار جراف، بس بشروط كده ايه معينة. انا عشان ارسم اي هيستوجرام بعمل ايه؟ بحط الداتا اللي انا بقيسها على مين؟ على الاكس اكسس، وبحط الـ 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 على حسب بقى، لان ديت فيها حاجه معينه، يعني الاول هعمل تشيك على حاجه معينه، لو اتحقق او محطه الفريكوانسي على الواي اكسس، فانا برضو بحط الداتا انا بقيسها دايما على الاكس اكسس. الواي اكسس ده هنأجله لشويه كده، وابدا ارسم الانترفلز او الداتا بتاعتي ب ريكتانجلز. دايما بحط على الاكس اكسس الانترفلز، لكن الواي اكسس لا انا لسه مش عارف. ليه؟ لان الواي اكسس ده بحدده على حسب حاجه معينه هنقولها دلوقتي. فالباي البار تشارت والهيستوجرام يعتبر طريقه رسمهم واحده، بس باختلاف. ايه الاختلاف؟ ان البار جراف لو احنا لما احنا جينا رسمناه من شويه كان في جابس ما بين الايه كل ريكتانجل وريكتانجل، لكن هنا انا مخليه كل ريكتانجلز لازقه في بعض. في الهيستوجرام لا انا مش بخلي الريكتانجلز فيها جابس، لا انا بخلي الريكتانجلز كلها لازقه في بعض. نمسكها بقى واحده واحده ونشوف احنا انا هقدر ارسم الهيستوجرام ازاي. قال لي الهيستوجرام انا ممكن ارسمه او عندي حالتين ليه. اول حاجه ان ممكن يديني داتا، الداتا دي جروبد. يعني ايه جروبد؟ يعني يديني الداتا بتاعتي على شكل انترفلز، يعني مثلا بقيس اطوال، فيقول ما قايل لي انا مديك اطوال الطلبه من 150 ل 160 ومن 160 ل 170 وهكذا. فهو مديني اطوال الطلبه على شكل ايه؟ انترفلز. فهي داتا نيوميريكال بس على شكل انترفلز، يعني ايه جروبد؟ قدرت اجمعها او الخصها في انترفلز كده. فازاي ارسم الهيستوجرام لجروب داتا؟ هبدا ايه؟
انا مثلا واخده الداتا دي عشان اقيس اطوال، فالانترفلز بتاعتي هتبقى بتعبر عن اطوال، فانا دايما بحط على الاكس اكسس الانترفلز اللي هي بتعبر مثلا عن الاطوال، عن الدرجات، عن اوزان، عن اي حاجه انا بقيسها في المجتمع ده. فانا هحط دايما على الاكس اكسس بحط الانترفلز، تمام. طيب هبدا بقى اسال نفسي سؤال، هو مديني جروب دي داتا، يعني ايه جروب دي داتا؟ يعني انترفلز ليها بدايه وليها نهايه. فهبدا اسال نفسي سؤال، هل كل الانترفلز او كل الريكتانجلز دي ليها نفس الويدث، ليها نفس العرض؟ لو كل الريكتانجلز ليها نفس العرض، الواي اكسس هحطه بحاجه معينه. لو كل الريكتانجلز مالها، لو الريكتانجلز كلها ملهاش نفس العرض، لا الواي اكسس هيبقى بحاجه تانية. فانا لو مديني جروب داتا يعني انترفلز، هبدا اجيب الويدز بتاع الانترفلز دي، والويدز ده هيحدد لي مين اللي هحطه على الواي اكسس، تمام. تعالوا كده نبدا ندرس. لو انا عندي الانترفلز اللي مديها لي او الريكتانجلز اللي مديها لي ليهم نفس الويدز، هعمل ايه؟ قال لي هحط على الاكس اكسس الانترفلز زي ما انا متعوده، انا دايما على الاكس اكسس بحط الانترفلز، وهحط على الواي اكسس الفريكوانسي. يبقى الواي اكسس ساعتها هيمثل مين؟ الفريكوانسي. مش انا بقول انا دايما بقيس اختلاف الداتا بتاعي من خلال الفريكوانسي، وانا هيبقى عندي ريكتانجلز كل الريكتانجلز ليها نفس الويدز، فعندي مستطيلات ليهم نفس العرض، هيبقى الاختلاف الوحيد فين؟ في الطول، وانا بميز الداتا بالفريكوانسي، بميز الداتا بالفريكوانسي، وعندي اختلاف في طول الريكتانجلز، يبقى الاختلاف الوحيد في الريكتانجلز هو هيمثل لي مين؟ هيمثل لي الفريكوانسي. فهيبقى عندي الطول اللي هو مختلف هو الفريكوانسي، لان العرض بتاع كل الريكتانجلز في الحاله دي هو ايه؟ متساوي. تعالوا ناخد مثال كده عشان نوضح اكتر اللي انا عايزه اقوله او عايزه اوصله. بيقول لي انا عندي جروب فريكوانسي ديستريبيوشن، عندي داتا، الداتا دي جروب يعني على شكل انترفلز، بتعبر لي عن درجات الطلبه في امتحان الاستاتستكس. بدات اسجل درجات الطلبه بالشكل ده على شكل انترفلز، الطلبه اللي جايبين من 65 ل 69 لقيتهم 6 طلاب من السامبل بتوعي، اللي جايبين من 69 ل 73 كان 13 طالب، اللي جايبين من 73 ل 77 24 طالب، لغاية اللي جايبين من 85 ل 89 كان 7 طلاب. يبقى أنا كتبت الـ أو هو كاتب لي درجات على شكل انترفلز، وبدأ يحسب الفريكوانسي في كل انترفل عامل ازاي. أول سؤال هسأله لنفسي، أنا قلت ايه؟ أنا عايز أرسم هيستوجرام للداتا دي. هو اول سؤال ساله لي ايه السامبل سايز اللي انت واخدها اللي اتقسمت لفريكوانسي بالشكل ده على حسب كل انترفال كان قد ايه؟ مش انا الفريكوانسي بيعبر عن الدرجات ما بين كذا وكذا، فده عدد الاشخاص في كل فتره، فعشان اجيب السامبل سايز اجمع كل الفريكوانسيز دي ورجعها لاصلها تاني قبل ما تتقسم الى اجزاء على حسب الفترات اللي انا ايه كاتباها. فالسامبل سايز هيبقى مجموع كل الفريكوانسيز اللي عندي اللي هو من 6 لغايه 7 اللي هو هيطلع لي 80. فانا كان عندي 80 طالب، وبدات اشوف كم واحد من ال 80 جايب ما بين 65 و 69 6، ما بين 69 و 73 13، وهكذا. طيب عايز بقى ارسم الهيستوجرام للفريكوانسي ديستريبيوشن، التيبل ده اسمه فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل. ليه اسمه فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل؟ لان انا مقسمه الداتا بتاعتي على شكل انترفلز، وببدا احسب الفريكوانسي في كل انترفل، فده بيحسب التيبل ده بيحسب الفريكوانسي، فعشان كده بسميه فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل. فاما يقول لي ارسم الهيستوجرام للفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل، يا اما يقول لي ارسم الهيستوجرام ويسكت. يعني ففي كلتا الاحوال انا لازم ايه الجدول ده يبقى عندي. هعمل ايه؟ احنا اتفقنا الداتا دي بما انها انترفلز، الداتا هي انترفلز قدامي يعني جروبت، هو قدرت الخصها في انترفلز. بما ان الداتا مديها لي جروب دي جاهزه، هنختبر حاجه معينه، هي الحاجه دي الويدز بتاع كل الانترفلز قد بعضه ولا لا. لو الويدز بتاع الانترفلز كله قد بعضه، يبقى انا هرسم مستطيلات في الرسمه بتاعتي كلهم ليهم نفس العرض. بما ان ليهم كلهم نفس العرض، فاقدر اقول ان الطول بتاع الريكتانجل بيمثل الاختلاف اللي بيقيس للداتا اللي هو مين؟ الفريكوانسي. وابدا اقيس اختلاف الداتا بالطول، لان ساعتها يبقى عندي اختلاف حاجه في حاجه واحده اللي هو الطول. اجيب بقى الويدز بتاع الريكتانجلز ازاي؟ انا عندي فتره ليها بدايه وليها نهايه، عايز اجيب طولها، عشان اجيب طولها هطرح نهايتها ناقص بدايتها،
فانا عندي الويدث هو عباره عن upper limit بتاعي ناقص lower limit بتاعي، او ال smallest value ناقص largest value. فهبدا اطرح ال 69 ناقص 65 تلاقيت الاربعه، 73 ناقص 69 4، وهكذا لغاية آخر حاجة عندي. هلاقي إن كل الويدز بتاع كل الريكتانجلز قد بعضه كلهم 4. فأنا كده برسم ده، برسم هيستوجرام لداتا لداتا أو لإنترفلز كلهم ليهم نفس الويدز. هعمل إيه؟ هبدأ أحط زي ما أنا في الرسمة بتاعتي دي، احط الانترفلز زي ما احنا اتفقنا على الاكس اكسس. طبعا الانترفلز كلها ليهم نفس الويدز، وانا كل اللي يهمني في الرسمة لما اجي ارسم اي حاجة على الاكس اكسس او الواي اكسس امشي بتسلسل معين. فانا الويدز بتاعهم كلهم اربعات، فانت ابدأ احط الداتا بتاعتك. انا متأكدة ان كل الايه الاختلاف ما بينهم اربعات، هحط 65 69 73 77 81 85 89. من 65 ل 69 ده ريكتانجل عرضه 4، من 69 ل 73 ريكتانجل عرضه 4، لغاية آخر حاجة من 85 ل 89 ريكتانجل عرضه 4. يبقى عندي كذا انترفال بكذا ريكتانجل وكلهم نفس العرض، يبقى أنا هقدر أميز الداتا بتاعتي بالطول بالهايت بتاع الريكتانجل. فعندي اختلاف وحيد في الطول، فأقدر أقول الاختلاف الوحيد اللي في الريكتانجل دي هيمثل لي الاختلاف اللي بيمثل لي الاختلاف اللي بيقارن لي الداتا اللي هو الفريكوانسي. فساعتها الهايت بتاع الريكتانجلز هيبقى مين؟ هيبقى الواي اكسس. فابدأ بقى ارقمها 5 10 15 20 25 وابدأ احط كل ريكتانجل من دول او كل فترة من دول طولها عند انهي فريكوانسي. فاول واحدة عند 6، التانية عند 13، اللي بعديها عند 24، 16، 14، لغاية آخر حاجة عند تقريبا عند 7. فده الهيستوجرام للفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل، عندي كلهم ليهم نفس العرض، فأقدر أقارن الداتا بالطول. فأنا اللي هو مثلا مش مديني الجدول ده جيفنج ومديني الرسمه دي، وايه اللي قارن لي بدرجات الطلبه، يعني مين اللي جايب اعلى درجات، اللي جايب رينج ما بين مين ومين. هقوم جايه ابص على الهيستوجرام، الهيستوجرام ده ليه كذا ريكتانجل، كل ريكتانجل بتعبر عن انترفل معينه، كلهم ليهم نفس الويدز ولا لا؟ كلهم ليهم نفس الويدز بيساوي 4. فبما ان ليهم كلهم نفس الويدز فاقدر اقارن بالطول، لان الطول ساعتها هيمثل لي الفريكوانسي اللي هو بيقيس لي الاختلاف في الداتا. فاللي طوله اعلى هو ده اللي واخد اعلى فريكوانسي، يعني اللي الهايت بتاعه عالي هو ده اللي اعلى فريكوانسي. فلاقي اعلى طلبه عندي اللي جايبين رينج ما بين كام وكام، 73 ل 77. اقل طلبه اللي جايبين رينج ما بين مين ومين، من 65 ل 69، وهكذا. فده الهيستوجرام لما يكون عندي لجروب داتا، جروب داتا يعني جايلي الداتا على شكل انترفلز قدرت الخصها في انترفلز وليهم نفس الويدز. طب تعالوا ناخد حالة بقى، لو انا عايز ارسم هيستوجرام بس الداتا برضو داتا جروب ده، يعني الداتا جايالي انترفلز بس ما لهمش نفس الويدز، يعني كل الريكتانجلز بتاع كل الانترفلز الويدز بتاعهم مش متساوي، واحدة العرض بتاعها 2، واحدة العرض بتاعها 3، واحدة العرض بتاعها 10، مش متساويين. فانا عندي اختلاف كده ساعتها هيبقى في العرض، كمان هيبقى عندي اختلاف بقى. يعني مثلا في المثال اللي في الجنب ده اللي انا رسمه ده، انا عندي مثلا تو ريكتانجل اهو، هل عرض الريكتانجل ده نفس عرض الريكتانجل ده؟ لا، ده العرض بتاعه اكبر من عرض اللي جنبه ده، فعندي اختلاف في عرض. طب انا اللي بيميز لي الداتا هو مين؟ هو الفريكوانسي. فانت عندك ريكتانجل فيها اختلاف في العرض وهيبقى فيها اختلاف في الطول، فما اقدرش اقول الطول هو الايه الفريكوانسي. ليه؟ لان عندي هيبقى عندي اختلافين في حاجتين، في طول وعرض. طب انا هميز الداتا بمين، بالطول ولا بالعرض؟ لا، ما ينفعش. فانا عشان عندي اختلاف كمان في العرض وغير الطول، فهقوم قايله ايه ساعتها الفريكوانسي بقى مش هيمثل الطول، هيمثل لي المساحه كلها. يعني لما اجي اضرب العرض بتاع الريكتانجل في طوله هيرجع لي الفريكوانسي اللي هو الاكتر مساحه اللي هو واخد اعلى فريكوانسي. ليه قلت الفريكوانسي هو المساحه؟ لان عندي اختلاف في عرض واختلاف في طول، فانا عندي مين الاختلاف اللي فيهم اللي هيمثل لي الفريكوانسي؟ من عندي اختلاف في حاجتين اهو، لا ساعتها بقى المساحه كلها هي اللي هتمثل الفريكوانسي. فلما اضرب طول في عرض هيرجع لي الفريكوانسي، فبالتالي اللي واخد اكبر مساحه هو اللي واخد اعلى فريكوانسي. لكن في اللي قبلها اللي واخد اكبر طول، اطول طول، يبقى هو دوت الايه اللي اعلى فريكوانسي. فهنا هقيس بالمساحه كلها. ف ساعتها اقوم جايه قايله له ايه،
الفريكوانسي هتمثل الاريا بتاعت الريكتانجل، وانا عارف ان الاريا بتاعت اي ريكتانجل عبارة عن هايت ويدز، فالفريكوانسي لما اضرب الهايت في الويدز لازم يرجع لي الفريكوانسي. طيب ايه اللي بيدولي جيفن في مسألة؟ الفريكوانسي اللي هو التكرار اللي هو انا قسمت من الداتا بتاعتي، ده لازم بيبقى جيفن، هو ده عدد تكرار. مثلا بقيس درجات طلبة، هو كام طالب موجود في الرينج دي، في الرينج بتاعي ده، كام طالب موجود في الرينج التاني، في الرينج التالت، فانا عندي الفريكوانسي ده بيبقى جيفن. والويدز بيبقى جيفن برضو، انا عندي مثلا انترفل من 50 لـ60، فالويدز بتاعها من 60 ناقص 50 اللي هو 10، فالويدز معروف والفريكوانسي معروفه، فعشان اقدر ارسم الريكتانجل ناقصته مين؟ الطول. فاقوم جايبه الطول من المعادله دي، اقوم جايبه له الهايت بتاع الريكتانجل اللي انا هرسمه في الرسمه بتاعي، وعباره عن الفريكوانسي اللي انت مديهولي جيفن على الويدز اللي انا هجيبه من الايه؟ من الانترفل اللي هو نهايتها ناقص بدايتها. زي ما انا قلت في الاول، دايما في الهيستوجرام انا بحط على الاكس اكسس الانترفلز، وهنا الواي اكسس مش هيمثل لي بقى الفريكوانسي، الواي اكسس هيمثل لي مين؟ هيمثل لي الهايت اللي انا جبته من المعادله دي. ناخد مثال عشان نقدر نفهم الدنيا بطريقه يعني ابسط واحسن. بيقول لي ايه؟ انا لخصت درجات، اخدت عينه وعملت لهم امتحان ستاتستكس، ولخصت درجات او كتبت درجات الطلبه على شكل جروب دي فريكوانسي ديستريبيوشن. يعني ايه جروب دي داتا او جروب دي فريكوانسي ديستريبيوشن؟ يعني الداتا بتاعتي لخصتها في انترفلز بالطريقه دي. اللي جايب من 0 ل 50 كام واحد؟ 25. اللي جايب 50 لـ60 10. اللي جايب من 60 لـ100 20. يبقى انا عندي هنا، عندي في الداتا بتاعتي دي عند كل انترفل عدد الفريكوانسي او عدد الاشخاص اللي بيحققوا الارقام ما بين بدايتها لنهايتها، تمام؟ بما ان الداتا جروبس، اهي جروبد يعني انترفلز، قلنا هنعمل حاجه معينه وهنشوف حاجه معينه ليهم نفس الويدز ولا ملهمش. لو ليهم نفس الويدز هيبقى الاختلاف الوحيد في الطول، فخلي الطول هو الفريكوانسي. لو ملهمش نفس الويدز قلت لا، ساعتها الطول بتاع الريكتانجل مش هيبقى الفريكوانسي، الاريا كلها هي الفريكوانسي، وابدا اجيب الطول الحقيقي عشان اقدر ارسم الرسمه بتاعتي. طب تعالوا نحسب الويدز بتاعنا اللي هو عبارة عن أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. هطرح 50 ناقص 10 هيديني 50، 60 ناقص 50 هيديني 10، 100 ناقص 60 هيديني 40. هل دول التلاتة ريكتانجلز اللي عندي دول أو التلاتة انترفلز دول ليهم نفس الويدز؟ لا، ملهمش نفس الويدز. يبقى أنا عندي تلاتة ريكتانجلز مختلفين في الويدز، يبقى أقدر أقول الطول هو الفريكوانسي؟ ما أقدرش أقول إن الطول هو الفريكوانسي، لأن هيبقى عندي كده اختلاف في حاجتين، اختلاف في عرض واختلاف في طول. فعندي اختلاف في عرض واختلاف في طول، طب مين فيهم اللي هيمثل الفريكوانسي؟ مش انا يعني ما ينفعش اخد فيهم حد الفريكوانسي، واقوم واخده الاريا كلها اللي هو حاصل ضرب الطول في العرض هي الفريكوانسي. قلت عشان ارسم الرسمه لازم اجيب الهايت الحقيقي بتاعي بما ان الاريا كلها الفريكوانسي، وانا عندي العرض لازم اجيب الطول عشان اقدر ارسم الرسمه بتاعت الهيستوجرام بتاعي. فهجيب الهايت عباره عن الفريكوانسي على الويدز، فالهايت بتاع اول ريكتانجل او اول انترفل 25 على 50 اللي هي نص، بتاع تاني ريكتانجل 10 على 10 اللي هي واحد، بتاع تالت ريكتانجل 20 على 40 اللي هي نص. هقوم جاية اسم الرسمة بتاعتي، حاطة الداتا بتاعتي، طبعا همشي بتسلسل معين لان الداتا بتاعتي هنا مش متساوية في الويدز، فهمشيها عشرات، امشيها عشرينات، امشي بتسلسل معين عشان يبان ان فيه اختلاف في العرض. فانا مشيت عشرات، 10 20 30 40 50 لغاية 100، مش محتاجة اكتر من 100. واقوم رسمة اول ريكتانجل عرضه من 0 لغاية 50 وطوله نص، طوله اللي هو الهايت بقى الحقيقي من 50 لـ60 وطوله واحد، من 60 لـ100 وطوله نص، وده هيبقى الاريا بتاعت كل ريكتانجل اللي بتمثل لي الطول في العرض، ده هترجع لي ايه؟ الفريكوانسي. فلما اضرب عرض الريكتانجل ده في طولها اللي هي 50 في نص هيرجع لي الفريكوانسي بتاع اول واحدة اللي هي 25، لما اضرب عرض دي اللي هي 10 في طولها اللي هي واحد هيرجع لي الفريكوانسي اللي هو 10. لما اضرب ده العرض بتاع ده من 100 لغاية 100 ناقص 60 اللي هو العرض بتاعي 40، لما اجي اضرب 40 في نص اللي هو الطول نص هيرجع لي الفريكوانسي الحقيقي اللي هو 20. فلو الجدول ده مش جيفن ومديني الهيستوجرام ده، اول حاجة هسألها لنفسي، هل الهيستوجرام ده الريكتانجلز بتوعه وليهم نفس العرض ولا ملهمش؟ لا، هو هنا ملهمش، فساعتها ما اقدرش اقارن الداتا بالطول، هقارن الداتا بالاريا. فاللي اكبر اريا، اللي اكبر اريا عندي هو اعلى فريكوانسي،
فاللي واخد اكبر مساحة هو اللي كان اعلى فريكوانسي عندي، فهقارن بالمساحة هو، فاقول لك مين اكتر درجات اتكررت عندي، فاقوم بص على اكبر مساحة، مين المساحة بتاعته اكبر حاجة اللي هو اول ريكتانجل ده اللي هترجع لي الفريكوانسي 25، فهيبقى عندي اللي جايبين من 0 ل 50 هي ايه اكتر حاجة اتكررت عندي. مين اقل مساحة اللي هو الصغير اللي في النص ده، ده اقل مساحة، فهو دوت اقل حاجة اتكررت عندي او اقل فريكوانسي اللي هو كان ايه لما اضرب عرضه في طوله هيرجع لي ال10. فلو اداني هيستوجرام ملهمش نفس العرض مش هقارن بايه بطول الريكتانجل، هقارن بالمساحة بتاعة الريكتانجل، اللي واخد اعلى مساحة واعلى ايه اعلى فريكوانسي، اللي واخد اقل مساحة واقل فريكوانسي وهكذا. طيب ده ايه بقى اللي انا كنت بقوله من شوية ده، لو انا برسم هيستوجرام لداتا جروب يعني جايلي على شكل انترفلز، فبختبر هل الانترفلز ليها نفس العرض ولا ما لهاش نفس العرض عشان اقدر ارسم الهيستوجرام بتاعي. طب لو هيستوجرام اللي عايز نرسم له او الداتا اللي انا عايزه ارسم لها الهيستوجرام كانت ان جروبد داتا، يعني ايه ان جروبد داتا؟ يعني مديني داتا كده ايه متفصله، يعني داتا ديسكريت، هعمل ايه عشان ارسم الهيستوجرام؟ عشان ارسم الهيستوجرام لازم الداتا بتاعتي تبقى انترفلز، يعني لازم تبقى جروبت. فلو مداني الداتا ان جروبت، لا انت حول لي الداتا دي جروبت عشان اقدر ارسم لها الهيستوجرام. يبقى لازم اجيب جدول زي الجدول ده مثلا في انترفلز وفي فريكوانسي عشان اقدر احط الانترفلز على الاكس اكسس وارسم ايه الهيستوجرام او كل انترفل ببار او ريكتانجل. طب تعالوا ناخد مثال عشان نشوف هن 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 هنحول الداتا الان جروبد ازاي لجروبد ونعمل لها الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل عشان اقدر ارسم لها الهيستوجرام. هنمشي كده على 4 خطوات، تعالوا نمسك خطوه خطوه على مثال عشان نفهمها اكتر. مديني المثال ده من شيت 1 بيقول لي ايه، عندي اخدت عينه مقدارها 30 انبوبه ايه انبوبه غاز او انبوبه وجود. انا ليه خدت العينه 30 انبوبه دول؟ عشان انا عايزه اقيس فتره حياتهم بالسنين وابدا اسجل الداتا بتاعه ال 30 سامبل اللي عندي دي. فاول واحده عاشت كام سنه؟ سنتين. الثانيه 3 وهكذا لغايه اخر واحده اللي هي 0.2. فده الارقام دي بتعبر لي عن ايه يا شباب؟ بتعبر لي عن ان كل رقم من الداتا دي او كل رقم بيعبر عن 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 بامب معينه هي عاشت فتره حياه قد ايه بالسنين. عايزه ارسم الفريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام وحاجه اسمها ريلاتيف فريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام هنعرفه بعد شويه. عشان ارسم الفريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام لازم اجيب الفريكوانسي ديستريبيوشن او فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل. اجيبه ازاي؟ الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل ده لازم يبقى عندي انترفلز واقيس الفريكوانسي في كل ايه انترفل. طب انا الداتا بتاعتي دي ان جروبت مش شكلها مش انترفل، لازم احولها لايه الانترفلز عشان اقدر اقيس كل انترفل فيها فريكوانسي قد ايه. فهبدا اعمل جدول، قبل الجدول انا اسفه، هبدا احول الداتا بتاعتي اللي هي الان جروبد دي لجروبد داتا. بحولها في ايه؟ في 4 خطوات. احولها ازاي؟ اول خطوه عندي هدور على اكبر قيمه في الداتا واصغر قيمه واكتبهم في رقم واحد. اكبر قيمه في الداتا عندي اللي هي مين؟ اللي هي 6.5. طب اصغر قيمه في الداتا عندي، هنبص على الداتا كده هنلاقي اصغر قيمه في الداتا عندي اللي هي ايه 2.10. يبقى اول خطوه طلعت اكبر قيمه واصغر قيمه. تاني خطوه هجيب السامبل سايز، يعني ايه السامبل سايز؟ عدد العينه. يا اما عد الداتا، ما انا كل رقم من ده بيعبر لي عن اللايف تايم بتاع البامب ايه بالسنين، فعشان اعد انا كان عندي كام بامب هبدا اعد ايه الداتا دي، او دي على شكل ماتريكس هضرب عشان اجيب السايز بتاعه ماتريسيز دي، هضرب عدد الايه العناصر الموجوده في اول رو في عدد العناصر الموجوده في اول ايه كولوم. فهلاقي ان اول رو اول صف فيه كم عنصر؟ فيه 6، واول عمود فيه 5 عناصر. عشان اجيب السايز بتاع الماتريسز دي هضرب 6 × 5 اللي هي 30، فانا عندي الان سمول او السامبل سايز ب 30. يبقى اول خطوه طلعت اكبر قيمه واصغر قيمه، تاني خطوه طلعت السامبل سايز. طب انا ليه بطلع السامبل سايز؟ لو احنا لاحظنا في الامثله اللي قبل كده لما كنت بديكوا فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل، مثلا في المثال ده انا قسمت الداتا لثلاثة انترفل. في المثال اللي قبليه انا كنت مقسم لك الداتا ايه؟ كنت مقسم لك الداتا
8 انترفال. فانا عندي لما اجي اعمل الفريكوانسي ديستريبيوشن عندي عدد معين من الانترفالز زي ما هو موجود عندي في اول عمود، وعلى العدد المعين بتاع الانترفالز ده انا ببدا احسب الفريكوانسي لكل انترفال على حده. فانا لازم اجيب انا الجدول اللي هعمله او الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل اللي انا هعمله ده هحط فيه كام انترفال، كام رو عندي هحطهم، كام انترفال عندي هقسمهم لكام واحده، الان جروبد داتا دي هيتحولوا لكام انترفال. فانا لازم اجيب عدد الانترفالز اللي انا هحطها في ايه في الجدول عندي. عشان اجيب عدد الانترفالز اللي هحطها في الجدول عندي همشي على قانون. القانون ده عباره عن ايه؟ بعد ما جبت السامبل سايز اللي هو n سمول اللي هو كان عدده 30، قال لي عدد الانترفالز اللي هحطهم في الجدول بتاعي هيبقوا عباره عن هسميها k وهيبقى عباره عن جذر ال n. فانا هجيب جذر ال 30 هيبقى ده العدد اللي بيعبر لي عن ال k. ايه هي ال k؟ عدد الانترفالز اللي هحطها في الايه في الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل. طلع لي 5.4. هنتفق على حاجه، انا دايما هعمل راوند اب للنمبر اوف انترفلز. فالرقم 5.4 دي بعد العلامه 4 ما ينفعش يقربه، فانا هاخده للاعلى برضو. فالرقم سواء عايز ينفع يتقرب او ما ينفعش يتقرب انا دايما بعمله راوند اب. فهاخد الكيب كام ب6. ايه الستة دي بتدل على ايه او معناها ايه؟ ان لما اجي اعمل الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل هحط في اول عمود ستة انترفال. يعني الداتا المتفرطة اللي قدامي دي اللي هي الان جروبد دي لما اجي اعملها في جدول هعملها او هعمل او هلخصها في ستة انترفالز. طب انا عشان ارسم الهيستوجرام مش برسم كل انترفال بريكتانجل، يبقى انا لازم ايه، انا خلاص انا عرفت ان انا عندي ستة ريكتانجل عشان عندي ستة انترفال. طب كل الريكتانجل من دول الويدز بتاعه قد ايه، العرض بتاعه قد ايه؟ فبرضو هستخدم قانون عشان اجيب بيه عرض الانترفال. طب العرض هنا يبقى متساوي ولا مش متساوي؟ لا العرض هنا يبقى متساوي. فالعرض اللي هيطلع لي من القانون ده انا همشي بيه في الستة كلهم، فالستة كلهم يبقى ليهم ايه نفس الويدز. اجيبه ازاي؟ قال لي ال دي انا هديله رمز ال اللي هو الويدز بتاع الانترفالز. ال دي عباره عن ايه؟ قال لي هي اكبر قيمه في الداتا ناقص اصغر قيمه على كي. هي الكي عدد الانترفالز اللي انا جبتها من خطوه نمبر ايه نمبر 2. اكبر قيمه في الداتا انا جبتها من اول خطوه 6.5، اصغر قيمه في الداتا جبتها من تاني خطوه من اول خطوه 2.10، والكي جبتها من تاني خطوه 6. فاطرح 6.5 ناقص 2.10 على 6 طلع لي ال ب1.5%. دايما بنحاول نخلي الكي والال عدد صحيح. فانا قلت ان الكي دايما هنعمل لها راوند اب في كل المسائل، هاخد الكي بالاعلى سواء الرقم اللي طلع لي ينفع يتقرب ما ينفعش يتقرب انا هاخده للاعلى دايما. طب ال لا مش دايما هاخده للاعلى، هاخده للاعلى امتى ومش هاخده للاعلى امتى؟ على حسب الداتا اللي عندي. هطلع ال رقم كسري. طب ال اللي طلعت رقم كسري هقوم راجع للداتا اللي هو مديها لي اللي عايز ارسم لها الهيستوجرام. الداتا اللي قدامي دي فراكشن ريشيو كلها ولا اعداد صحيحه؟ الداتا اللي قدامي دي كلها ايه؟ كلها ايه؟ كلها اعداد كسريه. فلو الداتا اللي عندي اعداد كسريه زي دي فراكشنز كلها فهاخد هقوم بص على ال. لو ال اللي ينفع تتقرب يعني بعد العلامه 5.10 فيما فوق هقربها للاعلى، لو ما ينفعش يتقرب هاخدها بالعدد الصحيح اللي قبل العلامه دي. طيب دي كلها فراكشنز، يبقى ال بتاعتي هبص للرقم بتاعها، هل 1.5% ينفع تتقرب لاتنين؟ لا، لان اللي ورا العلامه 5% مش 5.10 فيما فوق. فهاخد الرقم ده بالعدد الصحيح بس وامسح الكسر، فهاخده بايه؟ هاخده بواحد. طيب لو الداتا بتاعتي اعداد صحيحه، يعني الداتا بتاعتي كلها اعداد صحيحه ما فيهاش فراكشنز، هاخد ال L برضو راوند اب. يبقى ال K وال L دايما بتعمل لهم راوند اب في حاله واحده، لو الداتا بتاعتي كلها اعداد صحيحه ما فيهاش قصور. طيب امتى ال L بس اللي هتعمل لها راوند اب وال L هفكر فيها؟ لو الداتا عندي ايه فراكشنز او اعداد كسريه فال K برضو هتعمل لها راوند اب من غير تفكير، لكن ال L هبص لها لو ينفع تعمل لها راوند اب هعملها راوند اب، لو ما ينفعش تعمل لها راوند اب هاخدها بالرقم الصحيح اللي هو ايه قبل العلامه. فانا هنا هاخدها بواحد لان هنا 1.5%. تعالوا بقى ايه نبدا ايه ده تالت خطوه. رابع خطوه بقى هبدا احول الداتا بتاعتي دي الانترفالز. عشان احول الداتا دي لانترفالز
هبدأ من أقل قيمة عندي في الداتا وأبدأ إيه أزود الويدز بتاعي اللي هو 1، وهكذا بقى لغاية لما يوصلوا لكام انترفال، لستة انترفال. هبدأ من أقل قيمة اللي هو 0.2 وأزود 1 1 و2، بعد كده 1 و2 هتبقى 2 و2، وهبدأ من 2 و2 وأزود 1 تبقى 3 و2، وأبدأ من 3 و2 وأزود 1 تبقى 4 و2، هبدأ من 4 و2 وأزود 1 تبقى 5 و2، هبدأ من 5 و2 وأزود 1 هتبقى 6 و2. وهوقف نفسي على كده ليه؟ لأن لو جينا عديناهم هنلاقيهم 1 2 3 4 5 6، أنا عندي 6 انترفال والقانون بيقول لي ما تكترش عن 6 انترفال. طيب امتى اتاكد ان الانترفالز بتاعتي صحيحه؟ انا كده كده ببدا اول انترفال باقل قيمه، فاول انترفال كده كده فيها اقل قيمه في الداتا. طب انا عشان اتاكد ان الانترفالز بتاعتي ماشيها بتكنيك صح او بطريقه صح، لازم اخر انترفال في الداتا في الانترفالز بتاعتي تبقى فيها اكبر قيمه في الداتا. انا اكبر قيمه في الداتا عندي هنا لو جينا رجعنا هتبقى اللي هي ايه، 6.5. لازم 6.5 دي تبقى في الانترفال رقم 6. هل 6.5 في الانترفال رقم 6؟ لا مش موجودة، موجودة بره ايه، بره الانترفال دي. طب انا هعمل ايه؟ طب ما كده غلط، ما كده الفريكوانسي بتاع 6.5 مش هيبقى موجود، فكده عدد السامبل قل، فمش هيبقى فيه دقة عندي في الحساب بتاع الهيستوجرام او قياسي للداتا. اعمل ايه؟ لو ملاحظين ان انا مكررة الرقم اللي ناهية بيه كل انترفال مع بداية الانترفال الجديدة، طب تكرار الرقم ده مش واخد مساحة في الانترفال اللي فوق واخد مساحة في الانترفال اللي تحت؟ طب اعمل ايه عشان ما هو انت 6.5 دي وقع بره اخر انترفال، انا عايز ادخلها جوه الانترفال. معنى انا عايز ادخل 6.5 جوه الانترفال دي، يعني عايز ادي وسع في الانترفال الاخيرة دي عشان تبقى 6.5 وقع فيه جوه، ما تبقاش وقع بره الانترفال، فعايز ادخلها جوه، فدي مساحة او براح كده في اخر انترفال عشان تقدر تخش جواها. فعشان ادي مساحة للانترفال، طب ما تكررش تكرار الرقم ده. انا ليه بكرر اصلا تكرار الرقم ده في الهيستوجرام؟ لان انا قايله في الهيستوجرام لازم كل الداتا بتاعتي تبقى لازقه جنب بعض، فهم بيكرروا الرقم عشان ما انساش لما اجي ارسم ان بدايتي هي نهايتي عند كل ايه، عند كل قيمه. فاعمل ايه؟ هبدا ازود او هلغي التكرار من الانترفلز. فانا عندي اول انترفل انا ناهيها، انا لما جيت زودت 1 نهيتها عند 1 و2، لما اجي بقى ابدا الانترفل الجديده هعمل ايه؟ هبداها من بعد 1 و2 على طول، فهبدا عند 1 و3، 1 و3 وازود عليها 1 وابدا بالقيمه اللي بعد القيمه اللي هنهي بيها، وهكذا. ليه انا بلغي تكرار الرقم؟ عشان هو تكرار الرقم واخد مساحه هنا ومساحه هنا، فانا عايزه ادي وسع في اللي تحت، فتلغيها في اللي تحت وخليها فوق عشان تدي ايه، وسع، فدخل 6.5 اللي وقع بره اخر انترفال دي جواها عشان تبقى الانترفالز بتاعتي ايه، مظبوطه وصح. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعيد كتابه الانترفالز بتاعتي تاني. هبدا من اقل قيمه اللي هي 2 من 10 وازود 1 فاوصل عند 1 و2. لما قررت الواحد واتنين قللت المساحه بتاعت الايه، الارقام اللي واخدها تاني انترفال، فقللت المساحه في اخر واحده فبقتش اكبر قيمه موجوده فيها، فهلغي التكرار. فهبدأ بعد 1 و2 على طول، فهبدأ 1 و3، هزود 1 تبقى 2 و3، هبدأ من 2 و3، لا هبدأ باللي بعديها، ف2 و4 وازود 1 تبقى 3 و4، هبدأ ب3 و4، لا هبدأ باللي بعدها فهتبقى 3 و5 وازود 1 تبقى 4 و5، هل هبدأ ب4 و5؟ لا هبدأ باللي بعديها فهبقى 4 و6 و5 و6، وبعد كده هبدأ من 5 و7 وازود 1 هتبقى 6 و7. فلغيت تكرار الرقم عشان ادي براح في اخر انترفال تبقى واقع فيها اكبر قيمه. طيب هعمل ايه بقى؟ هبدا اقيس الفريكوانسي في كل انترفال، فهشوف في الداتا اللي موجوده عندي اللي هو مديهالي في اول مساله كم قيمه ما بين 2 من 10 و1 و2، هلاقي القيم اللي ظهروا لي في الانترفال دي 10 ارقام، وطبعا الرقم لو مكرر اكتر من مره بحسب الفريكوانسي بتاعه بحسب عدد مرات تكراره، يعني هيبقى عندي ده الفريكوانسي بتاعه 10، من 1 و3 و2 و3 6 3 2 4 5 وهكذا. عشان اتاكد ان انا جايبه كل الفريكوانسيز صح هرجع اجمع كل الفريكوانسيز دي، لازم يرجعوا لي السامبل سايز بتاعي اللي هو في اول المساله اللي هما تقريبا كانوا 30، كانوا 30 رقم او كانوا 30 رقم، فلازم يرجعوا لي ال 30 رقم. ف كل مجموعة الفريكوانسي عشان اتاكد انا مش مزوده رقم ناقص رقم لازم يرجعه 30.
طيب هقوم اعمل ايه بقى عشان ارسم؟ ركزوا معايا. في الهيستوجرام ينفع ارسم اول بار من اول 2 من 10 لواحد واتنين، واقوم سايبه جاب من 1 و2 ل1 و3، وابدا تاني بار من 1 و3 ل2 و3، اقوم سايبه جاب ما بين 2 و3 و3 و4، واقوم بادئه من 2 و4 وقافله عند 3 و4. يعني ينفع اسيب جاب ما بين الارقام؟ لا، ده مش الهيستوجرام. اعمل ايه بقى عشان ما اسيبش جاب؟ هبدا باقل قيمه في اول انترفال، واقفل الانترفال الاولى ببدايه الانترفال الجديده. هبدأ من أول 2 من 10 لغاية 1 و3، وأبدأ من 1 و3 وأنهيها عند 2 و4 زي ما موجودة في الرسمة كده، وأبدأ من 2 و4 وأنهيها عند 3 و5، وأبدأ من 3 و5 وأنهيها عند 4 و6، وأبدأ من 4 و6 وأنهيها عند 5 و7. حد يقول لي طب ما أنت كده زودتي الويدز اللي أنت مطلعة لك عن واحد، أقول لك عادي في حسابي أنا مشيت واحد أهو، لكن لما أجي أرسم عشان ما أسيبش جاب هضطر ألزق إيه بداية كل انترفال، يعني بداية الانترفال الأولى ببداية التانية، وبداية التانية ببداية التالتة، وبداية التالتة ببداية الرابعة، وهكذا. لزقتهم كلهم في بعض ليه عشان ما اسيبش جاب. فالويدز بتاعي زودت في كله نفس الزيادة، يعني لو لاحظنا احنا زودنا عند آخر رقم ده 1 من 10، فالواحد من 10 ده زاد في كل الريكتانجلز، حتى الأخير بدل ما انهي عند 6 و7 انا نهيته عند 6 و8 عشان يبقى الويدز بتاعه زي ايه؟ زي اللي قبليهم. الويدز لعبت فيه، مش مشكله ان الويدز دوت انا اهم حاجه عندي لما اجي ارسم الريكتانجلز كلها يبقى ليهم نفس الويدز، ليهم نفس العرض، بلعب في العرض ماشي زودته اوكي عشان ميبقاش في جاب، فانا زودته في كله لان هو مش بيفرق لي الداتا. مين اللي بيفرق لي الداتا؟ انا بفرق لي الداتا الطول، لان الطول بيمثل الفريكوانسي، وانا الفريكوانسي هي اللي بتقيس لي تكرار الداتا او الارقام ديت كان فيها قد ايه. فالعب في العرض عادي او الزق او زودت 1 من 10 هنا على العرض ماشي عادي، زودت في كله لان انا مش عايزه جاب ما بين كل الريكتانجلز، لازم كلهم يبقوا لازقين في بعض. فعشان مبقوش كلهم لازقين في بعض بعمل التكنيك اللي انا قلته، ببدا ان انا ببدا من اقل قيمه في اول انترفال، وانهي بالبدايه بتاع التاني انترفال، وهكذا على كله. واللي زودته على الرقم ده لازم ازوده على الرقم الاخير في اخر انترفال عشان يبقى نفس العرض، كلهم ليهم نفس العرض عشان اقدر اقارن بالطول. هبدا احط ايه الفريكوانسي على ايه، على الواي اكسس، امشي برضو انا مشيت اتنينات، وابدا احط اول بار ارتفاعها عند 10، الفريكوانسي بتاعها 10، التاني عند 6، عند 3، عند 2، عند 4، عند 5، وابدا اقارن الداتا بتاعتي بالطول لان العرض بتاع كل الريكتانجلز متساوي، مفيش جاب ما بين الريكتانجلز. طيب هو جاي كان قايل لي في المساله في الاول كمان وعايز يحسب حاجه اسمها ريلاتيف فريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام. عشان ارسم الريلاتيف فريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام لازم احسب حاجه اسمها ريلاتيف فريكوانسي. ايه هو الريلاتيف فريكوانسي ده؟ وهديله رمز ار اف. الريلاتيف فريكوانسي زي ما احنا قلنا من شويه، الريلاتيف سايز كان معناه ايه؟ ان انا بحسب احتمال كل سايز في الدايره بتاعتي، هنا هحسب احتمال كل فريكوانسي. احتمال كل فريكوانسي يعني عدد الفريكوانسي في كل انترفال على التوتال فريكوانسي اللي هو السامبل سايز. ما هو لما اجي اجمع كل الفريكوانسي لازم يرجع لي الان. فالانترفال الاولى كان فيها فريكوانسي قد ايه؟ 10، يبقى نسبه الفريكوانسي في اول انترفال 10 على ال 30. اللي بعديها كان فيها كام فريكوانسي؟ 6، يبقى نسبتها واحتمالها 6 على 30. فالريلاتيف فريكوانسي هو احتمال كل فريكوانسي او احتمال كل فريكوانسي في كل انترفال، فهقسم عدد الفريكوانسي في الانترفال دي على التوتال سايز او السامبل سايز اللي هو 30. فاللي بعديها هتبقى 33، 2 على 30، 34، 5 على 30، وهكذا. الارقام دي بتمثل لي مين الريلاتيف فريكوانسي. فلما يجي يقول لي انا عايزه ارسم حاجه اسمها فريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام، فلما يقول لي فريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام خلاص هحط الفريكوانسي على الواي اكسس واقارن بقى ايه بالفريكوانسي فعلا اللي هو الطول. طب بيقول لي بقى لو جه قال لي انا عايز الريلاتيف فريكوانسي، فهو مش عايز يقيس بقى بالعدد، هو عايز يقيس باحتمال حدوث كل واحد. فبدل ما على الواي اكسس كان الفريكوانسي احط على الواي اكسس مين الار اف، فهتبقى الرسمه بتاعتي بالشكل ده. هحط برضو على الاكس اكسس الانترفلز بتاعتي وما اسيبش جاب زي ما اتفقنا، هنلزق الانترفلز كلها في بعض فمش هسيب جاب.
هنط من 2 من 10 على 1 3، من 1 3 على 2 و4، من 2 و4 3 و5، 3 و5 4 و6، من 4 و6 5 و7، ومن 5 و7 6 و8. ليه ما وقفتش على 6 و7؟ عشان لو وقفت على 6 و7 هتلاقي دوت الاخير قال 1 من 10 عن الباقي كله، وما ينفعش ده كده خلل. فهقوم عامله ايه؟ مزوده 1 من 10 على الرقم الاخير عشان يبقى كل الويدز بتاع كل الانترفلز متساوي. فهرسم العرض بتاع الريكتانجل زي العرض بتاع ده. فبدل ما كنت حاطه هنا الاف هحط هنا الار اف، لا 1 من 10 15 من 100، 2 من 10 25، 3 من 10، وابدا ايه الطول بتاع الطول بتاع البار. مش هيبقى بقى الفريكوانسي نفسها، هبقى ايه ريلاتيف فريكوانسي، وبرده هقيس بالطول ان اللي واخد اعلى احتمال هو اعلى فريكوانسي، فهتبقى ايه نفس الرسمه يعني. بس بدل ما بقارن بعدد انا بقارن بايه؟ بنسبه حدوث. تمام، تعالوا ناخد بقى مثال تاني عشان تثبت في دماغكم فكره ان انا ازاي ارسم هيستوجرام لداتا ungrouped. هعمل ايه؟ بيقول لي انا مديك هنا فترة حياة، اخد 50 نوع من الفاكهة وبدأ يقيس فترة حياتهم بالثواني. فاول نوع قعد 16 ثانية، تاني نوع 20 ثانية، اخر نوع 15 ثانية. فالارقام دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن عدد الثواني اللي بياخدها كل نوع. عايزه ارسم الفريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام، وبيقول لي ارسم استيميت جراف كده للديستريبيوشن. يعني هقول لكم ايه معنى اسم استيميت جراف للديستريبيوشن دلوقتي. عشان ارسم الفريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام لازم اجيب حاجه اسمها فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل. ازاي بنجيب الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل؟ تيبل فيه انترفال، وقصاد كل انترفال الفريكوانسي بتاع كل انترفال عباره عن ايه، او الانترفال دي كان فيها قد ايه فريكوانسي، وهكذا. دي داتا ان جروبت، هحولها لجروبت داتا. هعمل ايه؟ همشي على الاربع خطوات اللي احنا قلناهم. اول خطوه هطلع اكبر قيمه واصغر قيمه. اكبر قيمه في الداتا عندي 32، واصغر قيمه في الداتا عندي 3. يبقى اول خطوه طلعت اللارجست فاليو اللي هي 32، والسمولست فاليو اللي هي 3. طب تاني خطوه هجيب السامبل سايز. السامبل سايز دي داتا على شكل ماتريسيز، فهضرب عدد العناصر اللي موجوده في الرو في عدد العناصر اللي موجوده في الكولوم اللي هي 10 في 5، فهيديني السامبل سايز بتاعك 50. ليه انا بجيب السامبل سايز؟ عشان اجيب حاجه اسمها جذر الان. هي جذر الان هو عدد الانترفلز اللي قدامي دول. القانون هيطلع لي عدد معين في الانترفلز، يعني بيقول لي حول الايه الان جروب داتا دي لجروب داتا. فيبقى عندي ك جذر ان هي جذر 50 7.7. احنا اتفقنا ان سواء كانت الداتا بتاعتي اعداد صحيحه او اعداد كسريه، انا دايما بعمل الك ايه راوند اب، فهاخد الرقم ده مع انه ما ينفعش تعمله راوند اب، انا هعمله راوند اب واخده بايه ب 8. طيب رقم 3، هجيب حاجه الويدز بتاع ايه كل الانترفال. يعني ايه الويدز؟ يعني العرض بتاع الانترفال. بجيب عرض الانترفال ازاي؟ دي اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه على ك. تمام، اكبر قيمه في الداتا 32، ده العرض بتاع كل الريكتانجلز. 32 ناقص 3 على 8 اللي انا ايه جايبها من رقم 2، فاداني الويدز ايه 3 و6. قلنا مش عايزينها كسر، فهناخدها بكام؟ هنقوم راجعين للداتا بتاعتي. الداتا بتاعتي كلها اعداد صحيحه، بما ان الداتا بتاعتي كلها اعداد صحيحه هعمل برضو ال راوند اب. حتى لو ما ينفعش تعملها راوند اب هعملها راوند اب، بس هنا 3 و6 ينفع يتعمل لها. مثلا لو كانت 3 و2 وعندي داتا عدد صحيحه برضو هعملها ايه؟ هاخدها ب 4. فال ال برضو هعملها راوند اب عشان هي اعداد ايه؟ اعداد صحيحه. وابدا في رابع خطوه اعمل الجدول بتاعي. اول كولوم في الجدول في الانترفلز. الانترفلز هقسمها ازاي؟ هبدا من اقل قيمه في الداتا. اقل قيمه عندي بكام؟ ب 3، واقوم مزوده عليها الويدز اللي هو 4، فهتبقى من 3 ل 7، واكرر الرقم. لو تكرار الرقم ده عمل لي مشكله زي المثال اللي قبليه، هلغي التكرار عشان ادي وسع للانترفال. لو اخر قيمه في الداتا وقع بره اخر انترفال. تمام، طيب فانا هقوم واخده من 3 ل 7، ومن 7 ل 11، ومن 11 ل 15، وافضل ماشيه كده لغايه اخر انترفال اللي هي لازم تبقى عددها كام؟ 8، من 31 ل 35. واقوم ساله نفسي الانترفال رقم 8 وقع فيها اكبر رقم؟ اه وقع فيها اكبر رقم اللي هي 32، يبقى انا الداتا بتاعتي مظبوطه، فمش مش مش هضطر الغي بقى التكرار ده عشان ادي وسع للداتا بتاعتي. وابدا احسب الفريكوانسي، هشوف كام رقم في الداتا ما بين 3 و7، هلاقيهم 6. بس في حاجه لازم اقولها لكم،
احنا مكررين الرقم هنا ليه؟ ليه السبعة متكررة مرتين؟ ليه الحداشر مكررة مرتين في عند البداية والنهاية؟ عشان الهيستوجرام ما ينفعش عندي اسيب جاب ما بين الايه الريكتانجلز او الانترفلز، فانا عشان اقول له ما ينفعش تسيب جاب لازم كله يبقى لازق في بعضه في الرقم اللي بني بيه ببدأ بيه. طيب لما اجي احسب الفريكوانسي هنا بقى، الرقم متكرر مرتين، هل هتحسب الارقام اللي متكرره دي الفريكوانسي بتاعها فوق وتحت؟ فانت لو حسبت الرقم المتكرر ده الفريكوانسي بتاعه فوق وتحت، انت كده كررت كبرت الفريكوانسي او غيرت في الداتا، انت كده كبرت عدد الداتا عن 50. لا انا عايزه اجيب العدد ال50 بالتكرار بتاعه المظبوط، هعمل ايه؟ فهنعمل هنتفق على حاجه ان الرقم المتكرر ده اللي هو السبعه هنا مش هتتحسب فوق، هتتحسب تحت. يعني لما اجي احسب الفريكوانسي هقوم حاطه في بالي ايه؟ ان انا هحسب الفريكوانسي بتاعت الارقام اللي موجوده في الداتا من 3 ل 6، وابدا اللي بعديها من 7 ل 10، ومن بعد كده من 11 ل 14. يعني الرقم اللي متكرر الفريكوانسي بتاعه بيتحسب تحت، فيطلع لي الفريكوانسي بالطريقه دي 6 و19 و10 و8 و3 و2 و1 و1. ده الفريكوانسي بتاعه. عايزني ارسم ايه؟ ارسم فريكوانسي ديستريبيوشن هيستوجرام. بما ان الويدز متساوي اقوم حاطه الداتا بتاعتي دي على الاكس اكسس اللي هي الانترفلز، وحاطه على الواي اكسس الفريكوانسي، واقوم رسمها بالطريقه دي. تمام. هنا الانترفلز وهنا الفريكوانسي، وابدا احط الهايت بتاع كل ريكتانجل على حسب الفريكوانسي اللي موجود في كل انترفال. ليه قارنت او حطيت الهايت؟ لان كلهم من نفس الايه نفس الويدز. تعالوا بقى نرجع وبقولي انا عايز ارسم استيميت، اقدر كده شكل تقريبي للجراف بتاعي. شكل تقريبي يعني هو عايز ارسم خط كده للجراف من غير بار بقى، من غير ايه غير ريكتانجلز دي. فعشان ارسم خط تقريبي للداتا دي هعمل ايه؟ تعالوا بصوا على الجراف بتاعي، هو عايز خط بالشكل ده اللي مرسوم ده. عشان ارسم الخط دوت هعمل ايه؟ هجيب حاجه اسمها ميد بوينت، يعني النقطه اللي موجوده في نص كل انترفال. عشان اجيب النقطه اللي موجوده في نص كل انترفال هعمل ايه؟ عايزه اقسم البار دي لنصين متساويين، فاقوم واخده البدايه زائد النهايه على 2. هنا بجيب متوسط الايه؟ متوسط الانترفال دي. فلما اجي اجيب 3 زائد 7 على الاثنين هيديني كله الميد بوينت بتاعت اول انترفال 5. لما اجي اجيب الميد بوينت بتاعت الثانيه هيديني 9، واقوم رسم الخط ده عند 9 وهكذا على كله. اجيب الميد بوينت بتاعت كل ايه بتاعت كل بار، الرقم الموجود فوق دوت مش الميد بوينت، الرقم الموجود فوق البار دي ده الفريكوانسي. يعني هنا عند 19، هنا عند 10، ده الفريكوانسي اللي هو موجود في التيبل اللي هو الهايت بتاع البار بتاع كل بار. الخطوط دي بقى اللي في النص دي بتمثل الميد بوينت، الميد بوينت اللي انا ايه اللي انا جايباها هنا. الميد بوينت اللي هي البدايه زائد النهايه، بدايه الانترفال زائد النهايه على 2، كاني قسمت الانترفال نص، قسمتهم نصين متساويين، بجيب متوسطها يعني. فهتبقى عندي هنا ايه الاولاني 5 و9 و13 و17. فهاجي في الجراف عندي 5 ارسم خط بالطول، 9 خط بالطول، في ثالث بار عند 13 خط بالطول، 17 خط بالطول، لغايه اخر بار عند 33 ارسم خط بالطول. واقوم عامله ايه في الاخر بعد ما اوصل كل الخطوط دي؟ هوصل الخطوط دي كجراف. هو ده الاستيميت ايه جراف اللي هو عايزه. الاستيميت جراف ده هلاقيه او هلاحظ ان هو رايح اكتر ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال. فهنعرف بقى لما الجراف بتاعي يروح ناحيه الشمال ده معناه ايه في السكشن الجاي، او حته اليمين معناه ايه، او مش رايح يمين ولا شمال، هو ماشي قد بعضه في الناحيتين، ده معناه برضو ايه. ده الكلام ده هيتقال السكشن الجاي ان شاء الله. عايزه بقى اقول معلومه صغيره، معلش اخر حاجه المعلومه اللي انا عايزه اقولها ايه. فرضا ان انا الانترفلز بتاعتي عددهم 8، وجيت عند الانترفال رقم 7 ظهر لي فيها اكبر رقم اللي هو 32، يبقى انا كده هحتاج الانترفال رقم 8؟ لا مش هحتاجها في حاجه، مع ان القانون مطلع لي 8 انترفال. طب اعمل ايه؟ امسح انا من دماغي الثمانيه دي؟ لا هعمل ايه؟ بما اني بادئه هنا من اقل كومه في الداتا، انا عايزه اكبر عدد الانترفالز. عشان تكبر عدد الانترفالز تقوم عامل ايه؟ بادئ من رقم اقل من 3 مثلا، ابدا ب2، ابدا ب1، ابدا ب0، بس بشرط ان لازم اول انترفال يبقى جواها اقل رقم اللي هو الثلاثة، وازود الويدز اللي هو طالع لي اللي هو الاربعة، وابدا احط في الانترفالز بتاعتي لغاية لما تظهر لي في رقم 8 اكبر رقم. ده امتى اعمل كده؟ امتى ابدا من رقم اقل من اقل رقم
لو انا عملت الداتا بتاعتي، بدات امشي الويدز زي ما انا ايه زي ما هو طالع لي، وطلع لي ايه عدد الانترفلز او عدد او الانترفل او اكبر رقم في الداتا موجود في انترفل اقل من الرقم اللي هو مطلعه لي، فانا عايزه اكبر عدد الانترفلز، فابدا بقى قيمه اقل من الثلاثه او ابدا بقيمه اقل من اقل رقم. وده السكشن الاولاني، ان انا كنت بلخص الداتا اللي هو مديها لي على شكل جراف عشان اقدر افهم بطريقة ابسط الجراف. المرة الجاية بقى بإذن الله السكشن هيتكلم ان انا برضو هلخص الداتا بتاعتي دي بس بارقام، كل رقم بيعبر لي عن حاجة معينة في الداتا. وبالتوفيق بإذن الله.